إذن البشرية في سباق مستمر مع فيروس كورونا، وتنصب الجهود في التوصل إلى لقاح يوقف تفشي الفيروس. طفرة جديدة مكنت الفيروس من إنتاج سلالة عرفت بالمهيمنة على معظم السلالات. كشفتها دراسة لباحثين أمريكيين قارنوا سلالات الفيروس في بداية انتشاره في مدينة هيوستن وأخرى ضمن الموجة الحديثة. مثلما يحاول العالم التأقلم مع الحياة بعد تفشي فيروس كورونا، كذلك الفيروس يحاول التكيف مع محاولات البشر لمنع انتشاره، وسبيله إلى ذلك يتم من خلال ما يمر به من طفرات وراثية تجعل مكافحته أكثر صعوبة. وهذا بالضبط ما وجده علماء في مستشفى هيوستن ميثودست في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعدما درسوا نحو 5000 تسلسل جيني للفيروس وقارنوا بين عينات من سلالة الفيروس خلال المراحل الأولى من انتشاره في المدينة وعينات جديدة من موجة حديثة. فكانت 99.9% من فيروسات الموجة الحديثة تحتوي طفرة أطلق عليها اسم D614G. الباحثون أكدوا أن تحور الفيروس يجعله أكثر قابلية للعدوى، إذ أشارت أبحاث سابقة إلى أنها تزيد عدد النتوءات على سطحه، وهي بدورها تساعد في اختراق الخلايا التي يهاجمها. وقال باحثو هيوستن إن المرضى المصابين بالسلالة الجديدة لديهم حمولة فيروسية أعلى، ما يزيد من قدرته على الانتشار بين البشر، لكن الفيروس أصبح أقل فتكاً، وهم يعتقدون أن شدة المرض ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الصحية الوراثية للأشخاص المصابين. وعلاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن بروتين النتوءات، وهو البروتين الذي تستهدفه اللقاحات قيد التطوير حالياً، حدث به تحور أيضاً، ما يشير إلى أن الفيروس يتحور في محاولة للتغلب على مناعة الجسم. ويرى علماء أن هذه التطورات تؤكد ضرورة اليقظة في التعامل مع الفيروس من خلال مواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ودراسة الطفرات التي تحدث. وإلى ضيفنا المفضل البروفيسور علي فطوم، أخصائي اللقاحات والأدوية والأستاذ في جامعة ميتشيغن، وهو باحث أيضا في علم الأمصار البكتيرية والفيروسية. أهلا بك مرة أخرى بروفيسور. ما الذي يجري؟ كل يوم سلالة جديدة لفيروس كورونا؟ لا، المضبوط، يعني هذا شيء متوقع. يعني شكرا على الاستضافة أولا، وسعيد جدا برؤيتك. أهلا بك. بالنسبة للي حصل هون، أنه طبعا الفيروسات معترف معروف عنها أنها تتغير بعض الشغلات فيها في بعض الأماكن، ولكن الشيء الأساسي الذي يتغير هو يجب أن يتغير في منطقة معينة، والمنطقة المعينة هي المنطقة الأساسية التي يرتبط بها الفيروس مع الخلايا. فمثلا عندك التغير الذي حصل اللي هو D614 وحمض أميني، تغير حمض أميني واحد غير شوي في المبنى تبع الثلاثية، لأنه السبايك بروتين أو النتوء موجود كثلاثي، موجود بثلاث ثلاث وحدات مع بعض. المركز الأساسي هو بالفوق في القمة، فهذا لم يتغير أبدا. الذي تغير هو حمض أميني موجود إلى جانب الساق تبع النتوء، ولذلك لم يؤثر على طريقة الارتباط. هذا التغيير أدى أنه أصبح كمية النتوءات أكثر، ولكن هذا لم يغير ولم يبدل في بمنتهى البساطة. أنه يعني هل هذا سيزيد معدلات العدوى؟ هل هذا زاد من أنه الفيروس أصبح أكثر فتكاً؟ نعم، لا يوجد هنالك أي إثبات أن هذا التغير البسيط في العنق تبع النتوء يمكن أن يؤدي إلى تغيير في حدة الإصابة وإلى آخره. كان هنالك بعض الزيادة في كمية سبايك بروتين، ولكن بالنسبة للشراسة وبالنسبة لإمكانية الارتباط بالخلايا وإصابة الخلايا، لا يوجد هنالك أي تأثير لهذا التغير البسيط الذي حدث. وبالتالي بما أن التغيير أصبح حدث إلى جانب الجزيء، فلم يتغير شيء، وأصبح وإنما جميع الأجسام المضادة التي أنتجت هي تستطيع أن تتعرف على الفيروس وتستطيع أن تقضي على الفيروس بدون مشاكل. وهذا التغيير كان تغيير طبعا ممكن أنه كان كتير هبة الناس أنه هي في تغير، ولكن هذا التغير كان بسيطا لدرجة أنه غير مجدي بالمرة. يعني دعني أعرف وجهة نظرك، هل الأمس ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنت كطبيب ومختص، هو بالفعل
تغيير لقواعد اللعبة، أن جونسون أند جونسون بات لديهم لقاح في المرحلة الأخيرة بجرعة واحدة يمكن أن يكون فعال جدا في الوقاية من فيروس كورونا، وسيتوفر قريبا نهاية أكتوبر ربما. لا لا لا، يعني أنا بعرف الميكانيكية أو التكنولوجي اللي تشتغل عليها، اللي هو فيروس الأدينوفيروس. الأدينوفيروس الذي تعمل عليه شركة جي إن جي هو يشبه الأدينوفيروس الروسي، ويشبه الأدينوفيروس الشمبانزي تبع جامعة أكسفورد. فجامعة أكسفورد أيضا تعطي فقط جرعة واحدة. إذا قضية الجرعة الواحدة هي ليست الأساس، يعني ليست شيء جديد. النقطة الأخرى هي أنه الجي إن جي تعمل على هذه التقنية منذ 6 إلى 7 سنوات على أمراض أخرى، ومنها مرض الآر إس في اللي يحصل للفيروس تنفس آر إس في. وبالتالي لا، يعني هذا التوقع الكبير ورفع الآمال أنه في نشء جديد وشيء مختلف، لا، جي إن جي لها تقنية خاصة، طبعا ممكن يكون لها بعض الفوائد وبعض الأفضليات، ولكن لا تختلف من ناحية المبدأ كثيرا عما نراه في لقاح أكسفورد أو في اللقاح الروسي. بينما اللقاح الروسي أفضل، ليه؟ لأنه في هناك اثنين لقاحين مع بعض يستعملوا. يعني أنا قلقت بعض الشيء، وربما المشاهدين أيضا بروفيسور، عندما قارنت لقاح جونسون أند جونسون واللقاح الروسي، لأنه العالم لم يتعامل باللقاح الروسي بجدية. ماذا تقول أنت الآن في اللقاحين؟ هل اللقاح الروسي قد يكون جيد، وهذا اللقاح أيضا قد يكون جيد؟ اللقاح الروسي يتركب من فيروسين، أدينوفيروس 2، ولذلك لأن إذا بتعطي لقاح على الأدينوفيروس تستطيع أن تعطيه فقط جرعة واحدة، لأن الجرعة الثانية يمكن أن يقضى عليها نتيجة للأجسام المضادة ضد الحامل الذي أعطيته بالمرة الأولى. ما أضاف الروس أنه أخذوا كمان أدينوفيروس آخر مختلف 26 وأضافوا لهذاك، وبالتالي يمكن أن تعطي الجرعة الأولى بالفيروس الأول والجرعة الثانية بالفيروس الثاني. هذا هو الإضافة التي أضافها اللقاح الروسي على كل التقنية هذه. إذن هو مش يعني اختراع الذرة، ولكن شيء هو السؤال، هل يعمل؟ هل اللقاح الروسي يعمل؟ هل لقاح جونسون أند جونسون سيعمل؟ هل هذه اللقاحات ستكون فعالة؟ كل من يقول لك أنه يعرف فهو منجم، وكذب المنجمون ولو صدقوا. ليه؟ لأنه لا أحد يعرف. إحنا لا ليس لدينا أي معلومة، ولا نستطيع أن نقر أن أحد هذه اللقاحات سيعمل، ولكن نتوقع أنها حتى مع كل هذه التجارب بروفيسور، يعني جونسون أند جونسون لديها 60,000 متطوع داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، هم الآن في المرحلة الأخيرة بخصوص لقاح فيروس كورونا. نعم، تنساش كمان إنه موديرنا في المرحلة الأخيرة، تنساش كمان إنه أكسفورد في المرحلة الأخيرة، تنساش كمان إنه نوفافاكس في طريقها إلى المرحلة الأخيرة. إذن الكل موجود في المرحلة الأخيرة. 60,000 التي أضافتهن جونسون أند جونسون هي تحاول أن تعطي نوع من الأفضلية. كلما زاد العدد هنالك إمكانية النجاح أعلى. ليه؟ لأن إذا كان عندك فرق قليل جدا بالعدد ممكن تفتح هذا الفرق ويصبح لديك أفضلية عامة على الباقين. إذن القضية الأساسية الموجودة لدينا هون إنه إحنا بنحكي عمليا على أو نتحدث اليابانيين أيضا أعتقد إن لم تخني الذاكرة فوجي فيلم يتحدثوا عن علاج أمفيجا أو شيء من هذا القبيل. هل لدينا معلومات؟ وقالوا إنه الدراسات أثبتت إنه هذا العلاج الذي كان يستخدم في الالتهابات الرئوية الحادة سابقا أثبت إنه فعال. أنا لا أدري بالضبط، يعني المفروض بما يحدث في فيجي ولا دياسنث، بعتقد إذا كان هنالك دواء معين اللي هو أنتا إنفلاماتوري أو ضد الالتهابات، لا أعرف جدا كثير عنه، لم أسمع فيه المضبوط، ولذلك لا أستطيع أن أعطي رأي فيه. يعني ولكن هذا الاتجاه، لأنه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عنه، أنه التوصل إلى علاج إلى عقار فعال قد يكون الطريق الأمثل. تدخل المستشفى وأنت مصاب، يومين ثلاثة تتعالج. لا، المضبوط هو يعني وجود عقار شيء جيد جدا، لأنك عمليا أنت تستطيع أن تعالج من يصاب. وبالتالي إذا كان لديك لقاح
بنجاعة 50% أو 40%، لذلك إمكانية أن يصاب أحدهم بالمرض ستكون عالية، وبالتالي عندما تدخل المستشفى على الأقل لديك عقار معين يمكن أن يفيد. فلذلك احنا مثلا ريمدزفير اللي اخذناه حتى ولو انه لم يكن ذلك العقار الهائل، وبالتالي هنالك اي عقار جديد يثبت انه يستطيع العمل بنسب معينه ممكن ان يعمل لوحده وبالاضافه الى الاخرين هو شيء جيد جدا ومرحب به. طيب يعني دائما الكلمه الاخيره للنصائح، ولكن دعنا لانه الان حتى هذه النصائح مختلف عليها، انه مناعه القطيع، انه الاغلاق هل كان مفيد؟ بالأمس أنتوني فاوتشي قال إنه نيويورك ليس بها مناعة قطيع، ولكن الأرقام في نيويورك تقريبا صفرية، لا توجد حالات. السويد الأرقام صفرية، لماذا تنصح؟ مناعة القطيع مختلفة جدا. مناعة القطيع تعتمد بالأساس على منع الفيروس من أن يتكاثر في داخل الأنف، لأن عملية الإصابة هي مضطردة مع كمية الفيروس في الأنف، فكلما قل الفيروس في الأنف كلما بطل عملية الانتشار إلى الناس الآخرين، وبالتالي هذه مناعة القطيع. إذن ما حدث في نيويورك أن الناس التي أصيبت ونجت من هذا لا يستطيع الفيروس أن يصيبها للمرة الثانية، وبالتالي كمية الفيروس المنتشر في داخل المجتمع تكون قليلة جدا. إذن ما حدث في نيويورك هو شيء جيد جدا. ليه؟ لأنه استطعنا في تقليل نسبة الفيروس الموجود في المجتمع وبين الأفراد، ولذلك الفيروس غير متواجد بكمية كبيرة، ومع كل عمليات التباعد الاجتماعي يعني وعمليات الكمامات والآخره نصل إلى نقطة معينة بحيث أنه الفيروس كميته قليلة والانتشار تبعه قليل، إذا نصل إلى ما وصلنا إليه في نيويورك. ولا زلنا ننتظر زيارتك لنا بروفيسور علي في استوديوهات الحرة. شكرا.